نقلب الكورن فليكس بالشوكولاتة. عشان نعمله عايزين 100 جرام كورن فليكس، 1 كوب عين جمل، 2 معلقة كبيرة شوكولاتة قابلة للدهن، ونص كوب شوكولاتة دايبة. طيب عندنا الطبقة الثانية 250 جرام شوكولاتة وتكون دارك، 1 كوب شوكولاتة قابلة للدهن، وللوش عايزين بندق محمص وملح خشن. يلا بينا. عندنا هنا الورقة بتاعتنا هنحطها كده هنا. شايفين ورق الزبدة بيخليها تلزق ما تغلبنيش، شوفوا ازاي لزقت في القاع على طول. ممتاز الزيت، يعني الزيت فكرته لطيفة انكم تحطوه وتلزقوا فيه الورق بتاعكم، غير بقى لما بيبقى عمال بيجري هنا وهناك. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين بولة، وهنحط فيها الحاجات اللي عندنا بالترتيب. عندنا اول حاجة عندنا، انا شايفة كده غير ده، كورن فليكس وعين الجمل والشوكولاتة القابلة للدهن ونص كوب شوكولاتة، يعني هما دول مع عين الجمل. عين الجمل هنا، عين الجمل هنا. هناخد دلوقتي، بس انا عايزة سكينة علشان نقطع شوية من عين الجمل. حطوا عين جمل زي ما انتوا عايزين، يعني مش لازم تحطوا كله، يعني مش لازم كله. هنقطع كسر عين الجمل كده شوية علشان يندمج مع الكورن فليكس. اللي تلاقوه كبير يعني كسروه. تمام. هناخد بقى دلوقتي بقية المكونات بتاعة القاع، اللي هي الكورن فليكس والشوكولاتة المذوبة والشوكولاتة القابلة للدهن، وهنخلطهم مع بعض كلهم. يلا بينا. ادي الكورن فليكس، نقلبهم كده، بعدين نحط الشوكولاتة المذوبة اهي، ونقلب ونحط الشوكولاتة القابلة للدهن، ونقلب برضو بسرعة قبل ما ايه الشوكولاتة الدايبة ما تجمد وتمسك في بعضها. ايوة كده تمام، كده تمام التمام. هناخد بقى الخليط بتاعنا اللذيذ الكرانشي ده ونحطه في قاع الصينية بتاعتنا. وهنفردها كويس، ومش هنفردها بس، احنا هنفردها ونضغطها، يعني افردوها كده بالتساوي وهنضغطها. حطيت بقى نقطة زيت كده في ايدي عشان اقدر، نقطة بس كده عشان نقدر نضغط من غير ما تلزق، نبقى بالشكل ده. شايفين كده احسن اهي، ونضغط. حلو جدا جدا جدا. خلاص كده احنا ضغطناها، نشيل بقى الجلافزات دي، وهناخد دلوقتي الشوكولاتة اللي عندنا دي نخلطها مع الشوكولاتة القابلة للدهن. الشوكولاته دي مع دي، هنعمل حاجه شبه الجناش كده، حاجه شبه الجناش، بس هي طبعا مش جناش خالص، يعني قصدي دي ابدا مش مكونات الجناش. هو الجناش البسيط خالص عباره عن شوكولاته وكريمه بنسب بقى مختلفه، بتختلف حسب نوع الشوكولاته. يعني الشوكولاته الدارك بتاخد نسبة كريمة
غير الشوكولاتة الميلك شوكلت غير الوايت شوكلت. ليه؟ لأن زبدة الكاكاو اللي في كل واحد من دول مختلفة، ونسبة الكاكاو يعني كله مختلف، فهي حسب النوع بنحدد الكريمة. هناخد بقى الشوكولاتة اللي عندنا ونوزعها على وش الكورن فليكس كده. ونوزعها كويس، وبعدين هنحط على الوش شوية بندق ورشة كده خفيفة من الملح الخشن لو موجود، ولو مش حابين الحاجات دي ما تحطوا، يعني لو مش حابين تحطوا الملح، مش حابين الفكرة ما تحطوهاش. انا بحبها، يعني انا بحب شوية الحاجات اللي هي بتبقى يعني الملح اللي بيضرب مع الشوكولاتة بحبه، الفواكه اللي في السلطات بحبها، فيعني كل واحد بيحط الحاجات اللي بيحبها. خلاص تمام كده، تمام كده. هنقعد بقى دلوقتي كده نرشرش شوية ملح. خليني أفردها شوية. يلا رشة ملح خفيفة، خفيفة جدا يعني، بس كده يعني نحس بطعمها من بعيد في كل قطمة كده. بندق، وطبعا الكلام ده يتحط قبل ما نجمدها عشان خاطر يمسك، يعني تمسك في الشوكولاتة الدايبة. لو الشوكولاتة جمدت يبقى مش هينفع اي حاجة تلزق فيها.